نسبة الطلاق الموجودة الآن، نسبة الطلاق الموجودة في المحاكم نسبة مهولة، مهولة جدا. لما تروح تسأل ليش أنت طلقت، مع أنه أنت تزوجتها حسب تعبيرهم، أنا جاي أتكلم تعبيرهم، أنا ما أحب هذا التعبير، يقول سيدنا أنا تزوجتها عن حب. زين، إذا تزوجتها عن حب كم سنة كنت عندك علاقة بيها؟ يقول 4 سنوات كنت عندي علاقة بيها. زين، ليش 4 أشهر أنتوا ما عشتوا؟ نعم حسنتم، أربع سنوات علاقة. نعم. واحد يموت على الثاني، واحد يشتاق للثاني، وعصيتم الله بعلاقتكم مع الثاني. نعم حسنتم، عصيتم الله. نعم. ولكن 4 أشهر أنتوا ما عشتوا، ما تحسنوا يعني. شنو السبب؟ أنا سائل، أنا رايح وسائله. بلي. تدري شنو السبب؟ نعم. يقول سيدنا أنا اكتشفت زوجتي مو خوش منها. ها اكتشفتها؟ نعم. 4 سنوات شنو كانت مخفية؟ نعم. 4 سنوات نعم. مخفية؟ نعم. أنت ليش طلقتي؟ يقول سيدنا اكتشفت هذا مو خوش ولد، هذا إنسان مراوغ، إنسان منافق. عجيب، كانت 4 سنوات ما عرفتي هذا مراوغ منافق؟ قالت لا، كان يكذب علي، كان يمثل يعني شنو؟ يعني يكذب. نعم. يمثل يعني لا يكون صادقا، لا يكون صريحا. الإنسان الصريح الشفاف الواضح. نعم. الواضح مع الناس، هذا على حال، هذا حسب تعبيري أنا، ظاهري باطني هذا ما عندي شيء. نعم. ظاهري وباطني هذا واقع. جميل. ما عندي شيء. وما أحلى أن يكون الإنسان هذا. نعم. هم يرتاح هو وهم يريح الآخرين. نعم.